أسعد الله أوقاتكم. حبيت أعرفكم اليوم على أحد أهم أجهزة المساحة، ويكاد يكون أحد أهم أجهزة الهندسة، جهاز الأوتو ليفل. ويتكون من جهاز قاعدة قابلة للطي ومسطرة عمودية. هذه المسطرة تعطينا فكرة عن الارتفاعات. طبعا بعد ما نضع الجهاز على القاعدة ونقوم بربطه، نقوم بعملية وزن الجهاز، ويوزن الجهاز عن طريق زئبقية موجودة في هذا الجهاز، ونقوم بتحريك 3 مناقل في هذا الجهاز حتى نوصل لمرحلة الوزن الكامل. وبعد أن نوزن الجهاز، نقوم باستخدام الجهاز بشكل بسيط جدا، ونرصد عن طريق شعيرات موجودة في العدسة الارتفاع الذي سنقرأه على المسطرة. ومن خلال الارتفاع اللي نقرأه على المسطرة، نقدر نعرف بكل بساطة ارتفاعنا عن سطح الأرض وارتفاع الجسم المرغوب، معرفة ارتفاعه عن سطح الأرض. جهاز بسيط وجميل، موجود عند أغلب المهندسين.